السلام عليكم ورحمة الله. لم تعد وسائل الإعلام الحديث مجرد منصة للتواصل الاجتماعي فحسب، بل باتت مصدراً مهماً لبث ونشر الأخبار والمعلومات لحظة بلحظة. صار بإمكان المواطن مشاهدة حادث اغتيال أو هجوم أو انفجار في أي قطر من العالم خلال دقائق، وصار الناس ينتظرون من شاشات التلفزة تفاصيل الأخبار وتحليلاتها. فضلاً عن ذلك، أسهمت وسائل الإعلام الحديث في صنع وتوجيه الرأي العام المحلي والتأثير في النطاق الإقليمي، وكذلك لفت انتباه الرأي العام الدولي والعالمي حول قضية أو حدث ما، وصنعت بشكل مباشر ما يعرف بالمواطن الصحفي الذي أصبح بفضل تقنيتها يقوم بدور المراسل الصحفي. حلقتنا اليوم من بين قوسين نناقش فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالسوشيال ميديا ودورها في صنع المعلومة وتشكيل وتوجيه الرأي العام. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة. سيكون معنا عبر السكايب من اسطنبول الأستاذ عبد الرحمن الجميلي، مختص إعلام اجتماعي. سيكون معنا أيضا من مكة الدكتور وديع العزعزي، أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، وكذلك من القاهرة الصحفي وضاح الجليل. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع عبد الرحمن الجميلي مختص في وسائل التواصل الاجتماعي من اسطنبول عبر السكايب. مساء الخير استاذ عبد الرحمن. يا مساء النور استاذ بشير. اهلا ومرحبا بك عبد الرحمن. في البدايه لو تحدثنا عن اهميه وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اصبحت مصدر مهم لانتاج المعلومه وصنع الراي العام. في البدايه اشكر الاخ بشير على الاستضافه، واشكر قناه بلقيس على الدور الذي تقوم به. في البداية أهمية مواقع التواصل الاجتماعي تكمن في أنها أصبحت المصدر الأقرب لتلقي المعلومة، المصدر الأقرب لتفاعل الناس. في الماضي كانت وسائل الإعلام التقليدية كالصحيفة والتلفزيون والراديو هي أهم الوسائل، أو تكاد تكون الوسائل الوحيدة التي يستطيع المواطنين أن يتلقوا المعلومة منها، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت للناس الوصول للمعلومة، أيضا ساهمت في أن جعلت الناس هم مصدر جديد للمعلومة ومصدر متفاعل للمعلومة. تكمن السر الذي جعل من مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصدارة أنه من الناس وإلى الناس ودون رقابة، يعني من المؤسسات دون رقابة شديدة، إلا أنه يحمل في طياته العديد من السلبيات والإيجابيات، لكنه كأهمية أصبح في متناول الجميع. نعم. لا يكاد يكون نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، قبل أن ننتقل للحديث عن السلبيات والإيجابيات لوسائل التواصل الاجتماعي وكيف أنتجت المواطن الصحفي وأصبح الناس ربما يتناقلون المعلومة بشكل سريع وسلس دون رقابة كما تحدثت، العوامل التي فرضت وجعلت لهذه يعني لأصحاب السوشيال ميديا أو المهتمون أهمية بأن يكونوا مصدر للخبر والمعلومة، ما هي؟ سهولة الوصول للحدث بدون أن يمر بعدة مراحل. نعم. المواطن أصبح يمتلك التليفون الجوال، أصبح يمتلك اللابتوب الأيباد، فهذه الوسائل وهذه التقنيات سهلت أن تصبح المعلومة في متناول الجميع. مواقع التواصل الاجتماعي هي عملية ربط ما بين يعني صانع معلومة أو صانع محتوى معين أو ناشر لخبر معين وبين المتلقي والمتفاعل، فهذه الوسائل سهلت بشكل كبير. أيضا أنها غير مكلفة ماليا، فعبارة عن مواقع يتم التلاقي فيها بشكل مجاني ويتم تداول الأخبار عن طريق هذه الوسائل. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن تكرم بالبقاء معنا، نشريك معنا في الحديث من القاهرة الصحفي وضاح الجليل، ومن ثم نعود إليك. وضاح مساء الخير. أستاذ وضاح مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. اهلا ومرحبا بك استاذ وضاح. انت في البدايه كيف تقرا تاثير ربما الوسائل الاعلام الحديث بمختلف وسائل سواء فيسبوك تويتر
على المجال الإعلامي والصحفي التقليدي الذي ربما يعني عن طريق يعني دراسة الجامعة ومن ثم الانتماء لأسرة الصحافة في مختلف مجالاتها سواء في التلفزيون أو الصحافة الورقية أو الإلكترونية. نعم، في البداية أود أن أشير إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وأهمية فتح مثل هذا الموضوع في للنقاش في وسائل الإعلام، كونه أصبح كون وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت فاعلة ومؤثرة بشكل كبير في العمل الإعلامي والحياة بشكل عام. نعم. أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام التقليدية بشكل عميق جدا، فهذه الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة في البداية هي نفسها وجدت مساحة للترويج لنفسها أكثر والحصول على قدر أكبر من المتابعين من خلال الفيسبوك والتويتر وكثير من الوسائط الاجتماعية الأخرى، وفي المقابل أيضا تمكنت من الحصول على محتوى جديد ومضمون جديد لموادها التي تقدمها للمتابعين من خلال هذه الوسائط الاجتماعية. لكن التأثير الأعمق وكان في أن هذه الوسائل والجمهور المتواجد في وسائل التواصل الاجتماعي استطاع أن يؤثر أيضا على محتوى ومضمون وسائل الإعلام التقليدية وتغييره بشكل عميق جدا، بحيث أدرك من يقفون خلف صناعة الإعلام بأن هناك رغبات جديدة وطموحات جديدة لدى المشاهد والمتابع والقارئ، وهناك أشياء جديدة يريد أن يحصل عليها وأن يتابعها وأن يصنع أيضا بنفسه الحدث وأن يصنع المعلومة ويقدم الكثير من المضمون الذي يفترض أن تقدمه وسائل التواصل عفوا وسائل الإعلام التقليدية. هذا التأثير المتبادل أتاح لي أيضا، لم يكن كما يقال أنه أثر بشكل سلبي على وسائل الإعلام التقليدية، بالعكس هذا منحها المزيد من الحضور والمزيد من المتابعين والإمكانيات. لكن في المقابل أيضا هناك تصور خاطئ، وهو أن الوسائل أن الجمهور هو الذي يصنع الحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، بالعكس. نعم. الجمهور ما يزال أو وسائل التواصل الاجتماعي ما تزال هي ساحة للتفاعلات، لكن الحدث ما زالت تصنعه قوى وجهات أخرى هي الجهات المهيمنة والمسيطرة على المال والسياسة. نعم. في العالم. نعم. طيب، وضح ربما الكثير يتحدث بأن الإعلام الحديث كسر مجموعة من القيود التي كانت ربما محاطة بها الصحافة الورقية والصحافة المرئية والمسموعة، وهل فعلا يعني بهذا الكسر لهذه القيود خدم الصحافة وخدم الإعلام أم يعني شوه العمل الصحفي والإعلامي؟ الأمر يمكن أن نقول أنه أخذ الجانبين، الجانب الإيجابي والسلبي. وفي الجانب الإيجابي استطاع الكثير من الكتاب والصحفيين والإعلاميين وأيضا آخرين لم يكونوا يدركوا أن لديهم قدرة على الكتابة والإبداع في مجال الإعلام، استطاعوا أن يجدوا لهم نوافذ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي استطاعوا أن يثبتوا وجودهم وأن يحصلوا بعد ذلك على مساحة في وسائل الإعلام التقليدية. قبل وجود وسائل التواصل الاجتماعي كان من الصعب جدا على أي صحفي أو أي كاتب أو أي مبدع أن يقدم نفسه، لأن هذا الأمر يحتاج الكثير من الأمور ويحتاج إلى وساطات ومعرفة وصداقات مع العاملين في وسائل الإعلام، وأيضا إلى علاقات مع من يقفون وراء صناعة الإعلام. لكن وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت لكل من يمتلك موهبة أن يقدمها ويعرضها، وأصبح الجمهور هو من يختبر ويقيم العمل الإبداعي. لكن بالمقابل أيضا هناك كثير من الظواهر التي ظهرت في وسائل الإعلام، هناك من كتاب وأيضا لا أستطيع أن أقول أصفهم بالإعلاميين والصحفيين، إنما نصفهم بالكتاب أو الكتبة الذين برزوا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انتماءاتهم الضيقة العصبية إلى جماعات مذهبية وطائفية
ومناطقية، وهذه الجماعات هي التي سوقتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وأنتجت منهم نجوما وصناع للرأي العام الذي طيب أنتجت منهم، تقصد أستاذ وضاح أنتجت منهم نجوما كجانب سلبي أم جانب إيجابي؟ أقصد في مثلا صنع تغيير، زرع قيمة معينة، صنع تغيير على مستوى يعني كبير، أم ربما في جانب مشوه يزرع الحقد، يزرع الكراهية كما تحدث؟ هذا ما أقصده، أقصد أنهم تحولوا إلى نجوم في نظر أتباع الجماعات التي سوقتهم. هم هنا يصبحون صناع لرأي هذه الجماعات، يقومون بالتحريض وصناعة الكراهية وصناعة المزيد من الفتن والتحشيد أيضا في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. نلاحظ أن هناك كتاب طائفيين وعصبيين يكتبون عبر الفيسبوك منشورات و أيضا كتابات مليئة بالتحريض والتبرير للجرائم الجماعات الطائفية، ونجد أن لديهم الآلاف من المعجبين والمتابعين والذين يتخذون من كتاباتهم هذه المبررات للاصطفاف مع هذه الجماعات. هذا الجانب السلبي الذي أقصده أيضا. نعم، لكن في المقابل ربما أصبح وعي الناس يعني وعي المواطن البسيط ربما كل يوم من خلال المتابعة ومن خلال الإطلاع يفرق ما بين يعني الصح من الخطأ، وإن كان هناك بالتأكيد نسبة كبيرة تتأثر بربما الفئة أو الطائفة أو الانتماء الذي ينتمي إليه. أستاذ وضح تكرم بالبقاء معي، وأيضا الأستاذ عبد الرحمن الجميلي، نذهب الآن لمتابعة هذه التصريحات ومن ثم نكمل النقاش حول موضوع الحلقة. الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين وعلى كل مستوى الفئات المجتمع لكل منزل جعل له القرار وجعل له طرح مشاكله، وهو ما ظهر في الأيام الأخيرة. كان وجود مظاهرات على التواصل الاجتماعي وكان هناك ردة فعل من أصحاب القرار. بالتأكيد كان للإعلام الحديث بالذات دورا كبير في إحداث الكثير من التحولات، ولا سيما تفعيل دور المواطن في موجة الرأي العام الذي كان محتكرا على النخب السياسية والثقافية بالذات. اليوم أصبح المواطن بفعل هذا الإعلام الحديث المتمثل في المواقع التواصل الاجتماعي يستطيع أن يبدي رأيه بكل سلاسة وسهولة، ويحدث أيضا تغيير كبير في كثير من القضايا، ولا سيما في القرار السياسي الذي أصبح له دور كبير في تغيير الكثير من القرارات السياسية بالذات. الإعلام سواء بمختلف أنواعه الحديث وكذلك الرسمي وغيره، لكن نتحدث عن الحديث لأن في الآونة الأخيرة ظهر هذا الإعلام المتجدد بوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب والتويتر وغيرها إلى إحداث نقلة نوعية في ما يقرأه المواطن ويجعله شخصا يتحدث أو يتحكم بتغيرات الوضع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود إلى الأستاذ عبد الرحمن الجميلي عبر السكايب من إسطنبول. أستاذ عبد الرحمن، لو وقفنا في المحور الثاني على أكثر الوسائل ربما يعني تأثيرا وتصل بشكل أوسع للجمهور عبر الإعلام الحديث، هل الهاشتاجات التي تطلق حول أي قضية معينة، أم مقاطع الفيديو، أم البوستات التي تكتب وتنشر يعني كتابيا؟ تنوع المنصات الاجتماعية لكل منطقة معينة نوع من أنواع المنصات الأكثر انتشارا. مثلا في اليمن احنا عندنا الفيسبوك يتصدر هذه الوسائل بحكم أنه بدأ الانتشار، وأيضا خدمة الإنترنت كانت ضعيفة، فاليوتيوب عندنا مثلا متأخر، ثقافتنا في التويتر شوية ما زال اليمنيين بعيدين عنها، فالفيسبوك هو ماخذ الصدارة بالنسبة لليمنيين. ايضا التفاعلات عبر الهاشتاقات ما زالت يعني محدوده في اليمن، لكن هذه المنصات لها خصوصيه. مثلا في الفيسبوك ارتفاع عدد معين من المشاهدين او من المتابعين من الكتاب، يعني كما قال الاستاذ انه بناء على نوعيه المقالات التي تطرح والطرف السياسي او الجماعه التي تتبنى بعض الكتاب. انما يوجد عدد كبير من الناشطين المستقلين والكتاب صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. هذه المنصات أستاذ بشير تحدد مدى الوصول
مثلا في الفيسبوك عندما بدأت خدمة البث المباشر والانطلاق بالفيديو، أصبح الفيسبوك يفتح عدد الوصول بشكل كبير جدا، بحيث يتيح للمستخدمين وصول أكبر ويشجع على خدمة جديدة داخل أو إحدى خدمات الفيسبوك. أيضا الهاشتاجات ما زالت في بدايتها، لكن اليمنيين يعني بدأوا بالتفاعل في الفترة الأخيرة، وشهدنا الكثير من الهاشتاجات اللي حصدت على حضور وأثرت بشكل كبير لدى صناع القرار، مثل الهاشتاجات اللي أطلقها الطلاب اليمنيين الذين لم يحصلوا على رواتبهم. نعم بالضبط. نعم هذا التأثير الذي صنعته مواقع التواصل الاجتماعي هو تأثير إيجابي، في حال استطاع أنه يغير في الوعي، في حال استطاع أنه يؤثر على صناع القرار سواء في الشأن الداخلي. أيضا ما زلنا نحن في اليمن يعني على وجه الخصوص نعاني بشكل كبير من عدم وجود نجوم بشكل نجوم كمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا نحن في الخليج سبقنا عدد كبير في هذا المجال، في اليمن ما زال العدد محدود، وكما قال الأستاذ أنه ما زال عدد المؤثرين مبني على القاعدة الجماهيرية السابقة لهم، سواء كانوا ينتموا لأحزاب سياسية أو لمنظمات معينة أو وما إلى ذلك. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني الحواجز التي قد تعيق انتشار أي هاشتاج معين أو فيديو معين بظروف، أتحدث عن اليمن في ظل الحرب الآن، ما هي العوامل التي تحد من انتشار أي هاشتاج أو أي مقطع فيديو أو أي حدث تم تغطيته بطريقة يعني بسيطة عن طريق مواطن يعني كان في موقع الحدث وتم تصوير هذا الحدث ونقله للناس؟ عند تصوير حدث معين يكون صاحب الحدث أو أول من قام بالحدث هو يعني أنجز شيء لابد أن يسبب انتشار. عندنا في اليمن عندما يطلق هاشتاج للأسف تشوف 4-5 مطلقين هاشتاج بنفس التسمية، اختلاف حرف حرفين، عمل مسافة، وهذا يؤثر بشكل كبير على أنه الجمهور لم يتوحد على هاشتاج واحد أو أكثر من هاشتاج لرصد التفاعلات في هذه الهاشتاجات. للأسف ثقافة الهاشتاج عندنا ما زالت ثقافة حسب الرغبة، أنا أكتب هاشتاج أتكلم عن مثلا تهامة تعاني، فأجي أكتب تهامة تعاني الموت أضيف لها كلمة وكأنه أنا أعمل عملية إبداعية في الهاشتاج، بينما الهاشتاج هو علامة فقط لجمع هذا النوع تحت يعني هاشتاج واحد، بحيث يسهل على المتصفح الدخول إلى الهاشتاج والاطلاع على المنشورات والفيديوهات والصور. هذه ثقافة ما زالت عندنا شوية يعني متأخرة، لكن بدأنا نلمس تغير كبير في هذا الموضوع، وأطلقت الكثير من الحملات لإطلاق المختطفين، حملات ميدانية، حملات للإغاثة للنازحين، فبدأنا نلمس نجاح في موضوع الهاشتاقات، وأتمنى أنه نستمر في هذا النوع من الوعي. وأيضا مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي أو المختصين في الإعلام الاجتماعي والصفحات المتخصصة لو أعانت الجمهور بمعلومات تساعد في كيفية استعمال هذه المنصات بشكل إيجابي، أتوقع سيكون الأثر أفضل. نعم. طيب أستاذ عبد الرحمن تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا الآن في الحديث الدكتور وديع العزعزي، أستاذ إعلام اجتماعي في جامعة صنعاء، متخصص في الإعلام الاجتماعي ودكتور في جامعة صنعاء. مساء الخير دكتور وديع. مساء الخير لك أخي بشير ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك دكتور، يعني أكاديمي ويعني ربما تدرس الآن وفي هذا المجال، أيهما الآن أصبح أكثر تأثيرا؟ هل فعلا الإعلام الحديث أثر بصورة مباشرة على الإعلام التقليدي، التلفزيون، الصحافة، الإذاعة؟ بالتأكيد الإعلام الجديد أذن بزوق فجر اتصالي ربما يعني جديد ليصنع عوالم افتراضية جديدة تؤثر أو مؤثرة بما تحمله من تطبيقات متنوعة قائمة على بدرجة رئيسية على شبكة الإنترنت، بالتطبيقات المتنوعة من مدونات ومنتديات وغرف مجموعات إخبارية ووصولا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، أثرت بدرجة كبيرة في موضوع نوعية المحتوى والانتشار ويعني طريقة التعاطي وسهولة التعامل مع الخبر والحدث والمعلومات. نعم. وبالتالي يعني أستطيع أن أقول إنه حصل نوع من التراجع
لمفهوم الإعلام التقليدي أو وسائل الإعلام التقليدية، لكن هناك ربما تصور خاطئ أن الإعلام الجديد جاء ليلغي الإعلام التقليدي، وهذا لا، يعني هناك الإعلام الجديد ربما هناك تزاوج، حالة من التزاوج ما بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووسائل الإعلام التقليدية، يعني استطاعت أيضا أن تواجه التحدي وتحاول أن تواكب هذه التطورات. نعم. طيب دكتور، البعض يتحدث مثلا أنه لو على وجه يعني من باب الافتراض، لو كان هناك مثلا مقطع فيديو بث عبر أي قناة من القنوات عبر التلفزيون الإعلام التقليدي، ربما المشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الحديث أكثر مما تم يعني مشاهدتها عبر الإعلام الرسمي والتقليدي. هل فعلا هذه النظرية يعني صحيحة، ما يصل عن طريق وسائل الإعلام الحديث والسوشيال ميديا أكثر مما يشاهد عبر الشاشة الكبيرة؟ هو هذا هو صحيح الى درجه كبيره. لماذا؟ لانه اصلا حاله القيود المفروضه التي كانت على الاعلام التقليدي بوسائله ولا سيما الحكوميه خلقت نوع من التشكك بمصداقيه محتوى ورسائل وبرامج هذا الاعلام الى درجه فقدت المصداقيه، وبالتالي لجأ المواطن والجمهور إلى البحث عن بدائل أخرى تمثلت في تطبيقات الإعلام الجديدة التي وجدت فيها متنفس بما تحمله مميزات كبيرة لحالة موضوع التفاعلية، موضوع التشاركية، موضوع التنوع والاختلاف، الموضوع الأهم موضوع الحرية، هناك مساحة كبيرة من الحرية، وبالتالي فالمادة اعتقادا من المواطن والجمهور بأن المادة التي تبث عبر هذه وسائل الاتصال الاجتماعي تكون فيها يعني مساحة من الحرية، القيود غير موجودة، مساحة الثقة أو المصداقية فيها كبيرة. نعم. يعني نتيجة لما كان موجود في السابق من حالة هذا طبعا في علم الإعلام المساحة هذا أفرزت ما نسميه الديمقراطية الإلكترونية التي فيها نوع من التفاعلية، أصبح المواطن أو الفرد المتلقي شريك أساسي في صنع الرسالة الإعلامية، لم يعد فقط مستقبلا إنما أصبح يساهم في التعليق في صنع الخبر، في إرسال الرسائل، بس الصور، في مختلف الأشياء. نعم. طيب دكتور وديع، في مسألة السبق في نقل المعلومة، هل باتت الآن ربما وسائل الإعلام الحديث هي المتفردة بهذا الجانب، أم لا زال هناك أيضا أشياء مهمة يعني تتميز، يعني لا زالت تحافظ عليها الشاشة الكبيرة والإعلام التقليدي؟ لا، هو بالتأكيد يعني وسائل الاتصال الاجتماعي بما مثلته من إيجابيات وما لها ما لها أيضا عليها ما عليها، يعني في موضوع انتشار المعلومة وسرعة السبق، صحيح ربما يعني حصل نوع من السرعة في سبق المعلومات والانتشار وكذا، لكن هناك إشكالية في طبيعة هذه المعلومة، في طبيعة نقل الخبر، أحيانا المصداقية تكون يعني غير موجودة بدرجة كبيرة، يحصل هناك نوع من التضليل في نقل الأخبار، في التسرع. نعم. ولكن ما زلت أكذب أن للصورة والشاشة الكبيرة ما زال لها أولوقها وما زالت جذابة، لا سيما مع وجود البث المباشر والتقنيات الحديثة. نعم. طيب دكتور وديع، تكرم بالبقاء معي، أعود للصحفي وضاح الجيل معنا من القاهرة. أستاذ وضاح، البعض الآن يتحدث يقول بأن بعض الناشطين في الإعلام الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي ربما أكثر شهرة من صحفيين وإعلاميين لهم سنوات كبيرة، يعني عن طريق الوسائل الإعلام الحديث أصبحت صفحاتهم ربما تتابع وتقرأ أكثر من الذين يعني ينتمون للأسرة الإعلامية أو الصحفية. هل يعني هذا التقدير صحيح، وهذه ربما الأرقام التي يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تحسب بها فعلا حقيقية، أم ربما يعني مبالغ فيها؟ نعم، كما قلت لك سابقا أن هناك تأثير متبادل بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وهناك كثير من النجوم ظهروا في هذه الفترة الأخيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولم يكونوا مشهورين في وسائل الإعلام التقليدية. السبب في أن الإعلام كان
نخبويا نوعا ما، وخصوصا في منطقتنا العربية كان الإعلام نخبوي أكثر مما هو اجتماعي ويصل إلى جميع الناس، وهذا الآن تسبب في الصوت الإعلامي والمادة الإعلامية لا تصل بشكل واسع وكبير إلى المتلقي. لكن أيضا هناك مسألة التفاعل، كان كل من قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي كان كل طرف أو كل شخص يتابع وسائل الإعلام التقليدية التي تمثله، لكن مع والسبب في هذا أنه لا يستطيع التأثير في وسائل الإعلام الأخرى التي لا تمثله، لكن مع وسائل التواصل الاجتماعي ومع إمكانية أن يكون لوسائل الإعلام التقليدية حضور في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، أصبح لكل مستخدم لهذه الوسائل فرصة وإمكانية بأن يدخل ويكتب ويبدي رأيه فيما تقدمه هذه الوسائل من معلومات ومحتوى. الأمر هذا انعكس أيضا على مستوى الإعلاميين أنفسهم وقدرتهم على تسويق أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي. استطاع الكثير منهم أن يحصل من خلال ظهوره على مثلا على شاشات التلفزيون أن يحصل أيضا على متابعين في الفيسبوك، والعكس أيضا مثلا الفيسبوك. يعني المسألة ربما يعني مرتبطة بشكل مباشر بالشاشة الكبيرة، والإعلام التقليدي هو الذي ربما يعني يعمل شهرة لهؤلاء الناس، وعن طريق الشاشة الكبيرة هي التي من تصنع لهم جمهور، وعلى ضوءها يعني يأتي المتابعون في يعني مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية. أستاذ وضاح، البعض يقول بأن السوشيال ميديا فتحت الباب يعني ربما بكامل مصراعيه أمام الدخلاء على المهنة الصحفية، كيف تعلق أنت؟ هذا الأمر يبدو أيضا صحيح إلى حد ما، مع تحفظي على مسألة أو عبارة الدخلاء على المهنة، هل نستطيع أن نوصف الأمر بطريقة أخرى؟ هناك كتاب وصحفيون يؤدون بمهنية، وهناك من يخدمون أطراف وجهات معينة، من يخدمون الأنظمة السياسية الدكتاتورية أو من يخدمون الجماعات الطائفية. عبارة الدخلاء على المهنة لم تعد مجدية في هذا العصر الذي أصبح فيه مكنت فيه وسائل التواصل الاجتماعي من الجميع البشر من أن يكون لهم حضور وقدرة على الكتابة وإبداء الرأي والتأثير. فأرى أن هذا وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل هي مكنت الكثيرين من الوجود، وكما قلت من المساهمة من المساهمة في صنع التغيير. نعم أستاذ وضاح، من المساهمة وأصبحوا بشكل فاعل وبصورة أخرى، بل ربما بعض يعني من يعني اهتموا بهذا المجال أصبحوا يعني ينقلون المعلومة بصيغة ربما أكثر احترافية من بعض صحفيين ربما يعني يجعلون من أنفسهم ربما هم صاحب الشأن الأكبر في هذا المجال، لكن هؤلاء بطريقة بسيطة ربما تصل المعلومة يصل الخبر بصورة جميلة إلى الجمهور وبصورة أسرع. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الصحفي وضاح الجليل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى الدكتور وديع العزعزي وأيضا الأستاذ عبد الرحمن الجميلي، نذهب الآن لمتابعة بعض المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدثت ربما تغييرا، ووصلت الرسالة عن طريق هذه الوسائل البسيطة، ووصلت لمجموعة كبيرة من الجمهور وأحدثت تغييرا. نتابع بعضا منها ومن ثم نواصل النقاش. الله 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 الله
ليش نتصن نقول لهم نختي ولا ما شي حل لكن لا تسلح حديه ما دخلك ما دخلكم ولا انا لو سمحت تسلي نفسك لا نمشي لا ماشي ما رايك قاعده معروفه من زمان انه طالب المنحه اليمنيه اكثر طالب مجعجع في الخارج ليش يستلم الفلوس كل 3 شهور 3 شهور يجلس منتظر الفلوس وشهر شهرين تأخير الآن أصبحنا في مرحلة متطورة من المعاناة بدل معاناة التأخير معاك معاناة جديدة ممكن أنك تصحى في يوم وليلة وما فيش معاك منحة تصحى في يوم وليلة وسقطوا اسمك من الكشوفات تخيلوا معي أكثر من 800 طالب يمني في الغربة تم إيقاف مستحقاتهم بدون أي سابق إنذار وبدون أي مسوغ قانوني أنت نبراس أيها أبو يحيى السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا سيدي وعيني حياك الله يا أبي ليش ما رضى يا الدين؟ والله ما لي علم وذا معك طين وديتي ابو صرفة ايوه مالك هذا شيء بزمني بزرط ما اشتري حق مان ايوه ادفع له حق المولد النبوي ادفع له ناهي ليش باي حق يا فقلنا اها هذا سؤال جديد هي اسمعني رسول الله ارسل للناس رحمه للعالمين ارسل لاصحاب البسطات ارسل لاصحاب البقايل لاصحاب الافران للكل ارسل او اصحاب البسطات ما معهم شو نبي ارسل الكل اذا تدفع جائزة من جائزة الناس لا تكون تفلسف زيادة في الامور الواضحة انت بتقرأ كتاب الله ايوه ايش بيقول في كتاب الله يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ما معناها معناها ان النبي توفى لمن ندفع له الحين تدفع لآله تدفع لنا فهمت لا والله ما فهمك حاجة انت لي ابو يحيى انت هذا ابو يحيى ها ابو يحيى ما افهمش هذا تفسير فقهي ففسر لي سواء عندك حياكم الله مشاهدينا الكرام عدنا مجددا تابعنا بعض هذه المقاطع ربما بعضها وثقت للحظه حدث معين اثناء القصف او التفجير او تغطيه لبعض الشباب الذين تحدثوا حول قضايا معينه وصلت الى الجمهور اعود للاستاذ عبد الرحمن الجميلي عبر السكايب استاذ عبد الرحمن الأهمية في انتشار أي مقطع وتأثيره ودلالته من ربما تابعنا العديد من المقاطع الآن عبر استعرضناها قبل قليل أكثرها تأثيرا أو يعني ربما نصائح يعني من خلال اطلاعك وقربك من هذا المجال وسهولة تنقل أي مادة تنشر بشكل كبير حتى تصل إلى جمهور أوسع ما هي الخطوات التي يجب على أي شخص يعني قام بتصوير مشهد معين أو تغطية حدث معين ويريد أن يصل لأكثر جمهور على سواء محليا أو خارجيا أولا القضية المناسبة في الوقت المناسب في المكان المناسب هذا عنصر رئيسي لانتشار المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ثانيا آلية نشر المقاطع وآلية تصويرها يعني احنا في اليمن أنا أتكلم عن اليمن بوجه يعني على وجه الخصوص لأننا فعلا نعاني من بعض الإشكاليات في مواقع التواصل الاجتماعي لم نصل إلى مرحلة الاحتراف أو أصبحنا يعني محترفين في هذه المنصات التصوير بطريقة معينة تصوير بالأجهزة إذا كان بالجوال حنصور بطريقة العرض إذا كان في أكثر من طريقة أيضا إرفاق الفيديوهات بالهاشتاج المناسب العنوان المناسب العنوان الملفت النشر وقت الذروة النشر في أوقات يكون الجمهور فيه متفاعل الحرص أن يكون المواد التي يتم رفعها بناء على قضية الجمهور يهتم فيها فأنا أشوف اهتمامات الناس رايحة فين أنا أقدم المعلومة أو المقطع الفيديو في نفس الاتجاه أيضا البث المباشر الذي يقوم ببعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يحتاج له تركيز معين آلية معينة وقت معين للناشر نعم طيب عبد الرحمن ربما فقدنا الاتصال عبد الرحمن أعود لي الدكتور وديع العزعزي وإن شاء الله أعود إلى عبد الرحمن الجميلي دكتور وديع عدنا لك مجددا الطريقة التي تحدث بها الأستاذ عبد الرحمن الجميلي ربما عدم استغلال الوسائل المتاحة الآن لوسائل الإعلام الحديث على وجه التحديد في اليمن هل يعني باعتقادك من نظرة يعني متخصصة وأكاديمية بالضرورة أن ينقل الحدث يعني بصورة يعني أكثر دقة بصورة لازم تخضع لكل أطر نقل أي صورة أو مشهد أم الطريقة الأهم فيها أن تنقل الحدث بأي شكل وهو يعني يبرز أهمية ما ينقل وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
هو طبعا الحديث يعني بوجه الخصوص عن اليمن وانتشار وسائل الاتصال الاجتماعي وطريقة استخدامها يعني يستدعي بدرجة رئيسة الحديث عن موضوع مدى يعني قدرة الجمهور أو قدرة الأفراد على التعامل مع يعني بشكل احترافي وبشكل أفضل مع وسائل الاتصال الاجتماعي. يعني من الإشكالات التي أثبتتها العديد من الدراسات هناك استخدام واسع وكبير لوسائل الاتصال الاجتماعي، ولكن بالمقابل هناك إشكالية تتعلق ب أنه الافتقار إلى موضوع الزاد المعرفي الكافي في طريقة التعامل مع التكنولوجيا الاتصال الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي. هذه المسألة ليست فقط مقتصرة على الساحة اليمنية وعلى الجمهور اليمني، بشكل على الساحة العربية بشكل عام يعني هناك إشكالية، بمعنى أنه هناك تطورات متسارعة في مجال وسائل الإعلام الجديد. لا الوقت لم يعني يسعف الجمهور أو الفرد بالتأني أو الدراسة المتأنية لاستخدام الأفضل لوسائل الإعلام سواء كانت التقليدية أو الجديدة، وبالتالي هذه المسألة مهمة جدا في طريقة الاستخدام، في الاحترافية، في طريقة التعامل مع الأخبار، في نشرها، في بث الصور، في التعامل مع الصور، مع مقاطع الفيديو، كل هذا يعني بمعنى أنه هناك في كثير من الدول يعني ما يسمى في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية التربية على وسائل الإعلام، نعم. التربية الإعلامية بحيث أنه تعطي للفرد مهارات التعامل مع وسائل الإعلام، مهارات الاتصالية في القدرة على التحليل. النقطة الأساسية التي يعني ربما تمثل إشكالية في موضوع شبكات التواصل الاجتماعي هو امتلاك الفرد أو الجمهور ملكات التفكير الناقد. يعني هذه مسألة أساسية، بمعنى أنه ليس كل ما ينشر وليس كل ما المحتوى لشبكات التواصل الاجتماعي نتلقاه هكذا بكل يسر وبكل سهولة، وبالتالي إما نعيد نشره أو نتأثر به أو نتعاطى معه بطريقة إيجابية. يعني هذه مسألة أساسية، التفكير الناقد مهم أن نحلل، أن نقرأ ما وراء الصورة، أن نقرأ ما وراء الكلمات، أن نتأكد، نبحث عن يعني مصدر المعلومة، مصدر الخبر بطريقة يعني تمكننا من يعني فهم المحتوى. نعم دكتور وديع، كيف يمكن ترشيد ما ينشر عبر يعني الإعلام الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تكون أكثر واقعية، أكثر إقناع؟ يعني انطلاقا من النقطتين التي ذكرتها، هذه مسألة أساسية. المسألة الأخرى بالقدر التي تحمل يعني وسائل التواصل الاجتماعي من مساحة من الحرية أو مساحة من يعني الإمكانية للتفاعلية، أيضا بالمقابل هناك إشكالية تتعلق في لابد من أن يكون هناك يعني ضبط يعني عبر مواثيق شرف لهذه الشبكات، لهذا النوع من التطبيقات الحديثة، وهو ما نفتقر له. يعني ما زالت تشريعاتنا الإعلامية ذات العلاقة بشبكات التواصل وبالإعلام الجديد والإعلام الاجتماعي ضعيفة، يعني غير موجودة في بعض الأحيان يعني، وبالتالي هذه ربما يعني تساعد إلى درجة كبيرة في ترشيد الاستخدام يعني عمل شبكات التواصل الاجتماعي. يعني أنا لا أدعو هنا للتقييد، ولكن إلى نوع من الترشيد والانضباط، لأنه ما يعني الملاحظ ما أفرزته المرحلة السابقة والمرحلة الحالية أن هناك فعلا هناك نوع من المشاكل التي أفرزتها شبكات التواصل فيما يتعلق ب يعني التعاطي في الخطاب الطائفي المتطرف، حالة الشحن أو الكراهية، هناك أحيانا حتى طريقة الحوارات التي في بعض الأحيان تكون فيها نوع من الإساءة والتكريه، وهذه مسألة يعني غير مقبولة. المفروض أن يكون هناك يعني أن تكون هذه الشبكات التواصل يعني نستفيد منها في طرح القضايا والحوار الأكبر ومعالجة أمورنا. نعم. طيب دكتور، هل تعتقد في المستقبل سيصبح الإعلام الحديث يدرس في الجامعات وأيضا تصدر قوانين لترشيده لوضع ضمن إطار معايير معينة، أم سيظل بهذه الصورة المفتوحة التي لا يتحكم بها أحد؟ لا بالتأكيد، يعني حالة التطورات المتسارعة التي حاصلة في الساحة تفرض على
أولا المؤسسات الأكاديمية أن تعيد يعني تطوير مناهجها بما يسهم في مواكبة هذه الثورات، وبالتالي الإعلام الاجتماعي. كثير من الجامعات الآن وكلية الإعلام مقسامة في مناطق مختلفة من العالم العربي والمنطقة العربية بدأت تعطي، يعني أصبح هناك تخصص متعلق بالإعلام الرقمي، أصبحت هناك مواد ومقررات يعني ذات علاقة بهذا المحتوى وشبكات التواصل، وأيضا هناك أصبحت مواد تتعلق بالتشريعات الإعلام الجديد ذات البعد. المسألة الأكثر أهمية في هذا الجانب هو أن موضوع الإعلام الجديد شبكات التواصل تفرض نفسها في موضوع التطور العملي الإعلامي نفسه، وبالتالي سوق العمل يجبر الجامعات ويقبل المؤسسات الأكاديمية على أن تكون مخرجاتها بمستوى جودة عالي، بحيث أنه تجعل من المؤسسات الإعلامية يعني تتعاطى مع وتفتح أبوابها لهذه المخرجات. نعم. يعني تأثير وسائل الاتصال الاجتماعي على العمل الإعلامي يعني نعم. له وقع كبير اليوم، يعني مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في استفادة الصحفيين والإعلاميين كمصدر المعلومات واستقاء الأخبار. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي يعني نستطيع أن نقول أنها بدلت غرف الأخبار، بحيث أنها يعني سرعت في جمع الأخبار وأتاحت الاطلاع على مجموعة يعني واسعة من المصادر. اليوم تويتر أصبح يعني يلعب أو يؤدي دور صحفي لا ينام هذا الموقع فعلا. نعم دكتور وديع، نعم دكتور وديع ضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. شكراً. أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء الدكتور وديع العزازي كنت معنا عبر الهاتف من مكة، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة للأستاذ عبد الرحمن الجميلي، وسؤال أخير، كيف يمكن الأستاذ عبد الرحمن في ربما الدقيقة الأخيرة من هذه الحلقة معك أن يعني ناشطين أو المواطن الصحفي أو الهوى أن يحول من صفحته أو ما ينشره ذو قيمة وذو أهمية تصل إلى الناس وتصبح مصدر ثقة؟ على الصحفيين والناشطين مواقع التواصل الاجتماعي أن يدركوا أنها مسؤولية، يعني هي صفحاتهم الشخصية لكن خصوصا من أصبحوا ذو تأثير في المجتمع أنها مسؤولية، وعليهم أن يعملوا وفق هذه المسؤولية. يجب أن يكون لهم دور مجتمعي واضح، ترتب أولوياتهم بشكل مرتب، يعملوا على إعادة تطوير أنفسهم في مجال الإعلام الاجتماعي، آليات الوصول، كيفية الحفاظ على الجماهير، كيفية إدارة الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا لازم من الثقافة المستمرة حول ما يتطلبه الجمهور من تفاعل وأيضا ردود الفعل، ودراسة ما يقول إليه الشارع والطرح حول القضايا الرئيسية التي تهم الشارع. أيضا على الناشط في مواقع نعم أكمل أستاذ عبد الرحمن، أكمل على الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون نبيه ومتواصل بشكل في المحيط العام، بحيث ما لا يحدث فارق بينه وبين الجمهور ونقع فيما وقعت فيه الوسائل التقليدية ما بين النخبة وما بين المجتمع. أشكرك. شكرا نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن الجميلي، صانع محتوى ومختص إعلام اجتماعي، كنت معنا عبر السكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام لا يبقى إلا أن نستعرض في دقائقنا الأخيرة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك، نستعرض بعضا منها. صديق البرنامج الأخ فواز السلمي يعلق: إن وجدت المصداقية سوف يكون المواطن عنصر فاعل، خصوصا إذا كان الإعلام يلامس هموم المواطن الذي لا حول له ولا قوة. فواز السلمي. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج الأخ عارف الحميدي يعلق: أتمنى من الحكومة الشرعية في اليمن أن تطور من إعلامها الخافت ليواكب الموجة الإعلامية الكبيرة الحاصلة، فالإعلام جبهة قوية بانتصارها وإيصالها المعلومة الصحيحة، كما يجب تكون قد حققت نصرا يوازي نصر الجيش في ساحة المعركة، فالإعلام يرفع من المعنويات عند الجنود. عارف الحميدي. أيضا رأي آخر الأخ عمار المحرابي يعلق: الصنعة والتكلف صفة رديئة في الإعلام التقليدي جعلته يعجز عن مواجهة الإعلام الجديد. عمار المحرابي. ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. أشكر ضيوفي، كان معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة الدكتور وديع العزعزي أستاذ الإعلام
بجامعة صنعاء. الشكر أيضا لعبد الرحمن الجميلي مختص إعلام اجتماعي، وأيضا الشكر للصحفي وضاح الجليل، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة الشكر أيضا لمنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وأيضا معد الحلقة الزميل وديع عطاء، ومخرج الحلقة فهمي محمود، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم ورحمة الله.